أيها الإخوة، نواصل اللقاء من خلال هذه الرحابة الطاهرة من رحاب الجامع الأزهر الشريف. نرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معنا ومعكم المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا وفي الآخرة يا رب. جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به وبه عرفناه. جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به وبه عرفناه. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه، فالكون يشهد أن الله أوجده بحكمة واقتدار ثم سواه، فالكون يهتف أن الله أوجده بحكمة واقتدار ثم سواه. انظر تأمل تفكر سوف تدركه في كل شيء وتوقن أنه الله. انظر تأمل تفكر سوف تدركه في كل شيء وتوقن أنه الله. فكل ما حولنا وفينا
يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. من يحفظ الأرض حتى لا تميد بنا، وبث فيها صنوفا من عطاياه. من يحفظ الأرض حتى لا تميد بنا، وبث فيها صنوفا من عطاياه. الله بالرواسي الشم ثبتها، والرزق فيها قريب إن طلبناه، سل كل شيء يجبك الله أنشأه بلا مثال، وأن المبدع الله. سل كل شيء يجبك الله أنشأه بلا مثال، وأن المبدع الله اختص باسم فلا يحظى به أحد، وذلك الاسم معروف هو الله. سيدي يا رسول الله، أحب الله في حب الحبيب، وقربني الحبيب من المجيب. أحب الله في حب الحبيب، وقربني الحبيب من المجيب. فعلمني المحبة في صفاء وعاش القلب في أنس الرقيب. قرأت كلامه حبا وشوقا،
قرأت كلامه حبا وشوقا قرأت كلامه حبا وشوقا وبالقرآن ناداني حبيبي بحب الله أحيا في نعيم وحب الله في حب الحبيب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات والتواجيه الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي ضمن فقرات هذه الأمسية التي شرفنا بنقلها من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة الجامع الأزهر الشريف في محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإيمان والإسلام وأن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة التي عن طريقها يرضى عنا ربنا تبارك وتعالى في الدنيا وفي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. لكم تحياتي أحمد نجم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.